فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. كتاب الخراج والإمارة، كتاب الخراج والإمارة. روى المصنف بسند فيه ضعف لأنه عن الزهري عن عمر، والزهري لم يسمع من عمر قولا واحدا، الزهري لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال عن عمر أنه قال في قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني مال الفيء الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال، من غير مشقة، بل فتحه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، من أحق به؟ هذه صورة المسألة. قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عرينة وفدك وخيبر. قال: هذا مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، نعم، والذين جاءوا من بعدهم، أفيكم بارك. فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق، قال أو قال حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم، لأن الرقيق لا يملك. فهنا في قوله قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أفاء الله على رسوله، ما رد الله على رسوله منهم، من يهود بني النضير، النضير آسف، بني النضير، فما أوجفتم عليه، يعني ما أوضعتم عليه، ما قتلتم، ما حدثت لهم لكم مشقة، الغنيمة جاءت باردة، الغنيمة جاءت باردة. قال: من خيل والركاب، يعني لم تحملوا على الخيل ولا البعير قتالا كما حدث بغنائم خيبر. طلب المسلمون ذلك في أموال بني النضير أن يفعل فيها مثل ما فعل بخيبر، فالله جل وعلا أجابهم، قال: ما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه من خيل والركاب ليس لكم في شيء، فهو خالص، يكون خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما أفاء الله على رسوله من يهود بني النضير، وما حدث منه قتال ولا مشقة ولا شيء ولا غير ذلك، لكنهم طلبوا من النبي أن يقسمها مثل ما قسم خيبر، والنبي قسم قسمة الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة الغنائم، لكن الفيء فإن الله جعله خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فهي له خالصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار إلا ثلاثة كانوا في حاجة، وأبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصم، وكان من الأموال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قرى عرينة، وهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عرينة تصغير عرنة، موضع بقرى كانها بنواحي الشام. وفدك قرية بالحجاز، هذه له، وهذه كلها أفاء الله على رسوله منها، لذلك أموال قريظة وبني النضير وأموال التي ردها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من غير قتال، من غير مشقة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من أموال الكفار أهل القرى، قال ابن عباس: يا قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة، كل مما أفاء الله على رسوله، وهي حكمها خالصة للنبي، هي خالصة للنبي. يضعها حيث يشاء. فلله وللرسول ولذي القربى
وهم آل البيت بنو هاشم وبنو عبد المطلب، واليتامى والمساكين ومن السبيل كلا يكون الفيء يعني دولة بين الأغنياء منكم، تأخذها طائفة وطائفة وأترك الجميع، بل الفيء سيكون للجميع وأفضل ما يوضع فيه كما قلنا نصرة الدين. ولذلك قال للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ففرق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الفيء. نعم، لكن كان يحبس نفقة عام لأزواجه ثم ينفق بعد ذلك كل المال فيهم وفي القراء أيضا، فهذه كانت لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم وعمر، فقد قال علماؤنا لم تترك أحدا إلا وجاءه هذا الخير إلا بعض ما تملكون من أرقائكم، لأن العبيد لا يملكون. نعم، فإنهم ليس لهم حق في الفيء، فهم تحت سيدهم وسيدهم يأخذ ما يستفاد منه، لكن هم لا ذمة لهم، يعني لا ذمة لهم مستقلة في المال. فعمر رأى أن الفيء لا يخمس بل مصرفه مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين، وهذا أسد ما كان، وإن كان قد قالوا بأن الشافعي قال يعني قال بأن الفيء يخمس كالغنيمة وليس بسديد. وهذا الحديث وإن كان أظهر ما للنبي من فدك وخيبر وقرى عرينة وقريظة، وهذا كله له يضع حيث شاء، فكان يحبس لأهله نفقة عام ثم يوزع المال بأسره على أهل الإيمان، وكل لطبقاته. وفي رواية عن الزهري عن مالك بن الحدثان ابن أوس بن الحدثان قال كنا في محتج به عمر، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، يعني ما يصفو المال خالصا لرسول الله، بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أجزاء، جزئين من المسلمين وجزءا نفق الأهلي، فما فضل عن نفقة أهلي كان بين الفقراء فقراء المهاجرين. وثلاث صفايا يعني خاصة بالنبي، وكانت كما قالت عائشة وكانت صفية من الصفي، يعني من خلص ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من المغنم. أما بنو النضير فالأموال الحاصلة من عقارهم كانت حبسا محبوسة لنوائبه وحوائجه من الضيفان، وأيضا يضع منها المال في السلاح والقراء. حتى يأتي أبناء السبيل فيعطيهم من هذا الفيء. إذن هذه الصفايا للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي فدك وخيبر وقرة عين جعلت للنبي يعني ملكا له يتصرف فيها حيثما أراد، لكن كما قلنا النبي كان يزد في الدنيا ما يريدها، وكان يفرق هذا المال بعد نفقة أهلي وحوائجي. وفدك وخيبر هي التي جاءت فاطمة إليه تسأل عن ذلك عن مال أبيها وإرث أبيها، فغلبها بقوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الفوائد المستنبطة: أعلم الناس بالقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أفاء الله عليه وكان خالصا له. جواز تخزين المال لينتفع به يوما ما، جواز تخزين المال لينتفع به يوما ما. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.